ساعات المغرب الفاسي بأولمبيك خريبك انتهت لصالح المغرب الفاسي. أولى أهداف المواجهة كانت لصالح المغرب الفاسي مبكرا عبر محمد نصير، بينما عدل للكفة الأولمبيك السنغالي مينان ديوف نصف ساعة عن الهدف الأول. وقبل العودة لمستودعات الملابس تمكن جيرارد مانديسو من إعادة التفوق للمغرب الفاسي. في الجولة الثانية أضاف المغرب الفاسي هدفا ثالثا عن طريق المالي موسى تيغانا.